نعم وسنة صباح حساب متنسيات ناقل لساعة الليلة دال أخبار أكرر لكم تفاصيل أخبار رئيس سياسة فوركي ديب أثيوبيا لوديان كل أم عل جولة شكل عند أتمام مالي يوم حمس مايو قدم أدهر عدق بلام رئيس سياسة ديب أثيوبيا لتنحى ديبان بعلات مثل رئيس وزراء دكتور أبي أحمد ديب أدقبوت مسنيوت كل إيتان لدول ديب بكم سليهومان حبر أهمية لبوم ناي منطقة تطورات لركزة فايح وفقريت لبو حديق ومتبادل أفكار ودو إنبال اللي رئيس السياسة فورقي ومسلولة سافرة وقول لؤوك دي بدوارات أديس أبابا وكل الروميا لهلا مشارع فوم دي بالله جولة الله وزير خارجة السيد عثمان صالح وقيمياي رئيس السيد يماني قبراء مصر رئيس السياسة فورقي سفرة معلو حبري من وزارة عافية أربع من نادي بس بدالية ان دي أكررو لتتحزي مراعية قبئ قلوم لعلات حمايم كورونا فيروس دي بوطنياي لبراتوري بقب أقلوم فحس من نحمان بيان سبت سنحو مالي يوم حمس مايو أسك أبياتهم سارحو مثل قدم إلا إبلا قبئ للا سارحو عسرة وسس من نحمام ان دي بيانو سور حامله لمواطنين سلاسة باس حاملوم إتريتريا أسك أزي إب حمام كورونا فيروس نايلت سبتو مواطنين علب سلاسة وسعتو وزارة عافية 5 مايو كل 2010 الرزاق صندوق مقابهات كوفيد عسر سعدي بعد وخارج لنبر إريتريين زياد 5 مليون نقفة كمسلت برعو ومع اللاي تقرير وزارة عافية لحبر بأساس لتقرير شقالة وزارة عافية مثل كل المؤسسات نايلة وزارة 3 مليون و 310 حتى 1000 نقفة هدمونا جنرال تريدين حتى مليون نقفة وطنياي محبر محربة مسكونا محارب إريتريا ترأس لقدم إلا بسميت محبر لتبرعيو بسميت شقاله 118,304 و 3 نقفة إدارة دوايح مقب مدينة دكا محاري 3 وكل 1000 وكل 3 و 7 نقفة مكتب شئونا حاج وعمرات إريتريا هي 100,000 نقفة تبرعو حد بشبيه مؤسسات تحت فيجن انتربرايز 5,000 نقفة شقالة هاجر بايو مولوكلار ميديكال سنتر 4,000 نقفة وعدي مقلايا 3,800 نقفة مؤسسة ماي معادن سبار قوما 3,000 نقفة إدارة دوايح شملة 10,800 نقفة سكان العلاي وتحتاي سرجاقة 10,405 نقفة مؤسسة قريب حسين وعجي سابرينا 10,000 نقفة هيفن اكسبورت 10,000 نقفة إدارة دوايح وارا 10,000 نقفة دكان زبيلو التوري قبر آب قرماتين 10,000 نقفة محبر كدانة مهرت أفديو وصحاف لام سكان سرجاقة 10,000 نقفة كدامات ماي عدر ده هي 10,000 نقفة دي بحساب وطنية بانكة آتو إنبال اللي إدارة دوايح مصالو 7,000 نقفة وانجيلايت لوترايت بيت كستان من دفرة 5,000 نقفة بعل فيرامينتا دهلاك 5,000 نقفة دي بقحتي لاي لهلا من تزه سمهر 5,000 نقفة مؤسسات كدامات دهب شبا 5,000 نقفة دكان زبي واطحانوت شيرو وبربرية أتاكل تيغبرو 5,000 نقفة سيتي سنتر سناك بار 4,000 نقفة مطعم لوام 3,000 نقفة تقوم سلهما بزحا مواطنين بأفراد زياد 5,000 نقفة برعو سيس أوالد أنسا سكان نيروبي كينيا بجهة دي برأس لا اندك الدمايا دي بعائلات وأفراد مثل محبر وجالية لأفرياهو بتو لأفقرياهو بتوساك 1,000 دولار أمريكا كمسلت برعيا من سفارة إريتريا لبس حتى النحابرة تفهم دي مديرة تقم حريو عد قيح لفقرة ممريح اند حشمية دي بأبياتا لدقسة قدعات عائلات بدرجة معيا لقبي سداية التلاله الليت بأساس اللي مدرسة صورة دكم حري ومحبر تعاون أنفار عيادة عسكرية دكم حري لتبرعو إكل ولا تفناط حاجات استهلاك إقل قدعام جهات دي بلتكافل محبر تعاون كفل جيش سوى حتى لعلى فرع دكم حري هي إقل عصر حتى قدعات جهاتهم إقل كل منان 500 نقفة سديت ودام
إنبال اللي عائلات مرحوم شقة تخلى مكيل والد مكيل قل 17 عائلات نايكل ورح عائلات مرحوم حج محمد فقي قل 7 عائلات نايسل أسوريح عائلات مرحوم أرقاي كبرقى بقل 7 عائلات أسك قشلت كورونا فيروس بدي إجار سامحوام ديب شبيه مدينة معدا قاحد بشبيه السيد محمد صالح سراج قل 8 سب إجار نايكل أوت ورح السيدة فاطمة إسماعيل هي قل حتى عائلات نايكل أوت ورح إجار سامحوام دي مدينة عد قيحية دي بقى أمريكا تنبر السيدة يحدق أسفهم يقل سس عائلاتنا ورقوت وريح سميتو يقل الشرح لأي حزا مواطن هي يقل حتى عائلاتنا يكل قوت وريح إيجار سامحوام إلا كرن قبيلتا أخبار خارج كورونا فيروس دي بعالم بدرجة عالم علب بكورونا فيروس لموتو دي بزياد 400,000 كمسل وسكا تقارير عافية توضحو علب لا حمو ما دي بزياد 3,600,000 وسوك هلا منا تبقى شلات لا حسل لها لا عدد موت وحمام دي بناك اسم تسيق كمسل هلا لا لحبر بقى شلات بكبود زيات لهلاد والأوروبا وولايات أمريكا اقتصادا إقل أتحسوسوي من مالي لها 4 مايو إقل لحزرنا رهيوت مصدار إقل لنسام بطات الليام مئمرة عافية أمريكا لكن بسبب لا ناي رهيوت مصدارات دي بأمريكا إبي كورونا فيروس ناي لموتو أنفار إلب بزياد بصوف إن دوسكا أسك مبوتات لمتسي وريح أغوست زياد 133,000 إقل لبصح كمسل قدر حزورام اللوم لسب مقدرات دي بأمريكا دي بمتسي وريح يونيو دي بكل معل أسك 3,000 موت إقل لسجل كمسل قدر جيمو إبل هي إقل لنا اقتصاد دقوطات إقل إرهيوت من سوق لها المصدارات ناي رفعت مصدار للأطلاليو مدرات إبقاليل كمسل إلي تواقم جيمو مهلام إبعد انكردي بكندا، تشاينا، فرنسا، ألمانيا، هند، يابان، مكسيكو، سعودية، قبلت كوريا، بريطانيا وأمريكا لهلو أنفار لشاركو ديبو وإبقبي تواصل اجتماعي لقبقى محبر قومات زياسسة وصبع مئتايت منا ديبا محبر قومات لشاركو قابي لهلام حزر إقلة التلالي كمسل طلبو أفهمو كم كفالنا اللي حزرنا رفعت مصدر مواطنين مواصلة شعب ديبا للتنفع ديبوم ديب دكاكين دول قيسو تقوم سلهما شعب بزحي للجمع ديبو أكانات مقلب أف وآنف بهلة إمام إقلي دو لازم تلبي لها الدول البن ديب زيد ديب زياد حمسة باس حلان اللي كم إلا ديب انتو بريطانيا بحمام كورونا فيروس لتوقع لموت للسجل ديبا دولة أوروبا كمسلتها تقارير شرحه اللي الشرح لهلا ديبا دولة بحمام لموتو علب ديب زياد 3,000 حقولة زيداتهم اللي لحسلا حكومة بريطانيا الحمام إقل تقرع مصدار شافقة سبت إيناس أت كمسلتهم سم مقدرت عافيتنا لدولة شكو اللو إبل هي لا كسر الدام ديب رأس لا بحمام زويلة سنحان رئيس وزراء بوريس جونسون شقط إقل تخلق كمسة القدر المحللين جيمومون بأساس تقارير دي بريطانيا كورونا فيروس نايلة حمو أنفار علب زياد 129,000 باسة خلاه أمريكا بسبب حمام كورونا فيروس لدمع اقتصادة إقل أتحسوسيوت دي بإلي كال آهر ربع سنة 3,000,000,000,000 إقل تسلف ستتت إلي بحد عصوف نايلة دي بي سنة كل 1010 ساعة تماما لسلفتو كمسلتو تقارير اقتصاد لفهمام بأساس لا تقارير عمومي سلفية أمريكا تلوكد اللي دي بحد إسرة $5 تريليون وسوق كمسل هلا للشرح إدارة رئيس دونالد ترامب بسبب حمام كورونا فيروس لتأزايا مؤسسات وشاقالة إقل تسديم إن دا قدمت كل نقطة كل $1 تريليون شافقة راديئة كمسل وديت دي بيلت أمر اللي عدد قروش دي باقتصاد أمريكا كبود أزا إقل لسبب كمسل قدر سب مقدرات دي بشرحوس أنحامتهم التلة سنة الله دي باقتصاد أمريكا حد $4 تريليون أزمة اقتصاد إقل تسادف كمسل قدر لسب مقدرات جيمومون دي بأمريكا حد 7,000 نفر قاتل هلا حمام كورونا فيروس دي باقتصاد مام إبيك اللال إقل السارة لإقدر شنرب وادي كمسل هلا تقارير لفهمام بسبب الحمام دي بأمريكا دي بورط ورحلة أزيا 3,000,000 نفر مبلش قل طرفان كمسل هلاو للشراح
دي ورح ديسمبر لترقى واسك إلا لقيت كرع حمام كورونا فيروس بدرجة عالم قدم إلا عند رؤوي لإلى أمر مشاكل اقتصاد إقل سببكم سالقدر منظمة مجلس كران حزرة الليت قا حيساب ما التنسيات ناقل لساعة دولوي على أخبار التلة تما We'll be right back.